عندنا سلطة الراهب. سلطة الراهب دي قريبة جدا جدا من بابا غنوج، بس يعني ما فيهاش طحينة ما فيهاش كده، فهنعملها النهاردة بطريقة سهلة وخفيفة وجميلة جدا جدا. مقاديرها هتكون عبارة عن 2 بتنجان من الرومي مشوي، تمام، ويفضل انك انت تشويه على البوتاجاز صاجة كده، ونشويه على البوتاجاز تاخدي ريحة وطعم حكاية. هنحتاج كمان معلقة كبيرة من الثوم المهروس، ويكون مهروس ناعم جدا، يا ريت بقى بالهون كده علشان يبقى طعمه حلو قوي. هنحتاج بقى طماطمايه متقطعه مكعبات صغيره من غير القلب بتاعها، يعني يا دوبك اللحم الخارجي للطماطم عشان ما تعمليش سوائل في السلطه. ربع كيلو من الفلفل المقطع اللي هو الفلفل الرومي متقطع مكعبات صغيره، ولو بتحبي سبايسي ممكن تضيفي قرن سبايسي كمان معاه. عندنا 2 بصل اخضر متقطع ترانشات صغيره او مكعبات صغيره. ربع كوبايه بقدونس مفروم، معلقه صغيره من النعناع الاخضر المفروم، ربع كوبايه من عصير الليمون وملح طبعا، ورشه من الفلفل. وعشان نقدمها هنحط معاها زيتون، زيت زيتون، وهنحط كمان رمان وايه تاني، ودبس رمان كمان. يلا بينا، الفتره دي فتره الرمان فهنستغل الموضوع ده كويس جدا. هجيب بوله، وزي ما قلنا البتنجان لما بيتشوي على البوتاجاز بيدينا نتيجة حلوة قوي. أولا ريحة الشوي بتاعة البوتاجاز مختلفة تماما عن الفرن، ثانيا بيبقى لونه فاتح مش مغمق وبيستوي كويس قوي. يلا نهرس البتنجان في البداية كده. أنا هرست البتنجان المشوي بشوكة، تمام. هبدأ أضيف له كل بقى الخضار. عندنا دي فلفل اخضر رومي، وزي ما قلنا لو حباه حرقه شويه ممكن فلفل حامي كمان نضيفه، وادي بصلتين كده متقطعين صغير. الطماطم برده واخدين اللحم بس وسايبين البذور، مش عايزين تعمل لنا ميه في السلطه. وادي الثوم، عصير الليمون، عندنا كمان البقدونس والنعناع، وكده احنا ضفنا كل مكونات السلطه. يبقى حطينا الفلفل، البصل الاخضر، الطماطم اللي من غير بذر، حطينا كمان النعناع المفروم والبقدونس المفروم، وايه كمان، والفلفل الاخضر قلنا. طب يلا بينا بقى نحط الملح وعصير الليمون. ادي الملح على قد الكميه طبعا، وادي رشه من الفلفل. بصوا انا ابتديت ازين اهو السلطه بحبوب الرمان، تمام. وفاضل معانا ايه؟ فاضل معانا دبس الرمان وزيت الزيتون. هناخد كده، بصوا طبعا هو مش مجرد تزيين بس، لا بيدي طعم هايل جدا جدا للسلطه، تمام. واخر حاجه هتبقى زيت الزيتون، حط كده معلقتين ويلا.